ماشي الحال. ثايرويدايتس كلمتين بس عن التهاب الغدة الدرقية، مش هنطول عليه. inflammation of the thyroid gland، التهاب للغدة الدرقية، could come with، يمكن أن يأتي with hypothyroidism، انخفاض في الهرمونات، hyperthyroidism، ارتفاع euthyroid status. بس زي ما حكينا لكم معظم الحالات أول إشي بدمر المخازن فبصير hyperthyroid، بعدين بصير في عندك حالة euthyroid، بعدين بتبطل الغدة تبني لأنها مدمرة فبصير عندك hypothyroidism. واحد subacute thyroiditis، subacute ما بين الأكيوت والكرونيك. هاشيموتوز thyroiditis حنسولف عنه شوية تفاصيل. lymphocytic thyroiditis يعني خلايا لمفاوية. ريديل thyroiditis، ريديل على اسم عالم. subacute thyroiditis معروف أيضا باسم painful thyroiditis، احفظوها لأنه جايكم سؤال في الامتحان عن ال painful thyroiditis، بده إياك تكون عارف أنه هو نفسه subacute. السبأكيوت ثايرويدايتس منه في ثلاث أنواع، غرانيولوماتس وجاينت سيلز وديكويرفيان. يبدو أنه ديكويرفيان على اسم عالم. على كل حال ما راح نأخذ الثلاث أنواع هذه ونميز بيناتها ونعرف نشرح تفاصيلها، لا، فأنت احفظن على أساس أنهم أسماء أخرى للسبأكيوت ثايرويدايتس. يعني بصفي عندك نفس المرض هيك له خمس أسامي، سبأكيوت وبينفول وغرانيولوماتس وجاينت سيل وديكويرفيان. أوكي يا جماعة الخير، occurs in any age، يحدث في أي عمر، especially من الأربعينات للخمسينات. comes after respiratory tract infection، بيجي بعد التهاب المجاري التنفسي العليا. it's maybe viral، يمكن أن يكون فيروسي بس مش مثبت، لسه مش عارفين شو هو سببه بالضبط. signs and symptoms، علامات والأعراض، myalgia، malaise اللي هي أعياء أو وجع في العضلات، fever، حمى، pain over the thyroid، ألم فوق الدرقية. يبدو أنه هو واحد من الأشياء النادرة اللي بتعمل ألم فوق الغدة الدرقية نفسها، عشان هيك سمي الاسم باسم العرض، سمي المرض باسم العرض painful thyroiditis. الألم هذا ممكن أنه ينتقل للأذن، للفك السفلي، للرقبة وللذراع. سألني مرة واحد شاب، بعرفش إذا معلومة إن شاء الله واضحة عندكم، هاي هي الأرم، هاي بسموها الفور أرم، هذا اللي هو الساعد وهذا هو الزند، الأرم اللي هي الزند. enlarged thyroid gland، تضخم في الغدة الدرقية ولكن بيكون صلب، تضخم صلب. lab findings، ارتفاع باليسار، طبعا ترتفع اليسار، ترتفع في كل امراض الدنيا ما عدا البوليسايثيميا والسيكل سيل ديزيز. نقصان في الراديو اكتيف ايودين ابتيك، ليش؟ لانه الغده مدمره مش قاعده بتبني الغده، فبصير في عندك التي 3 والتي 4 بالبدايه بيرتفعوا ولكن بعدين بنزلوا، مشان هيك الراديو اكتيف ايودين ابتيك بيكون نازل من البدايه، الغده مش قاعده بتبني. نعم يا سيدي نعم. treatment of subacute thyroiditis is aspirin وبروبرانولول وبريدنيزون. aspirin مشان تسكين للألم، وبروبرانولول مقاومة لأعراض زيادة الدرقية، بريدنيزون يبدو إنه المرض بيستفيد على تثبيط جهاز المناعة، ليش؟ ما عندي فكرة، لأنه لسه مش معروف. على كل حال this thyroiditis is known as painful thyroiditis، نفسه المؤلم. it may subside by its own، يمكن أن يعالج نفسه بنفسه. with return to normal function، وبعود البني آدم لوظائفه الطبيعية بشكل عادي، يمكن أن يذهب دون علاج. زين زين. كلمتين عن الهاشيموتوز thyroiditis، هذا على اسم عالم ياباني. chronic autoimmune process، جهاز المناعة بيهاجم في الغدة الدرقية، بس هون ما بيهاجمها بشكل يحفز هرموناتها، بيهاجمها بالشكل التقليدي بحيث أنه يدمرها. maybe autoimmune، يمكن أن يكون autoimmune، هذه النظرية الأقوى، not viral، المهم متأكدين أنه مش مرض فيروسي. most commonly in women طبعا، و most commonly في منتصف العمر صحيح، و most commonly بسبب أو بيجي معه أمراض autoimmune ثانية، هذا لأنه autoimmune. أيضا هو most common cause of hypothyroidism، أكثر سبب شائع للhypothyroidism. والمعلومة المهمة مع أنها غريبة أنه most common cause of goiter، أكثر سبب بيسبب لك تضخم الغدة الدرقية حتى أكثر من الجريفز. we will have lymphocytic thyroiditis، راح يكون التهاب الغدة الدرقية ناتج عن خلايا لمفاوية. with anti-thyroglobulin antibody، anti-microsomal antibody، هذول أخذناهم قبل هالمرة مزبوط. أيوة في Graves disease. يبدو أنه المميز لهذا المرض هي anti-thyroperoxidase antibody، anti-thyroperoxidase antibody. we will have painless goiter، غير مؤلم. maybe asymmetrical، يمكن التضخم أن يكون غير متماثل من الجهتين، من شقة أكثر من شقة. it treated by replacement، في البداية راح ترتفع الهرمونات بروبرانولول، بعدين حتكون طبيعية ما بده إشي، بعدين حتنزل الهرمونات، أعطيه ثايرويد هرمون ببساطة، أعطيه replacement. وبما أنه هو الموست كومون كوز للهايبوثايرويدزم، يبدو أنه الريبليسمنت أكثر واحدة حتطول. اللاب فايندينجز في الهاشيموتوز، التي اس اتش بيرتفع، بيرتفع من المراحل البدائيه للمرض، زي ما حكينا لكم التي اس اتش حدق، لذلك بيكون عارف انه والله الهرمونات التي 3 والتي 4 حتخضر فيه وتنزل، فبيكون مرتفع.
تي 3 وتي 4 ببقى نازل. هاي انتي ثايرويد انتي بوديز اللي هم الثايروغلوبيولين والمايكروزومال والثايروبيركسيديز، معلش حفظ يا جماعة الخير، انتي بوديز زنخات زي الفحوصات بس ما بهرب منهم والله. هيستولوجيك كونفورميشن ميبي دن باي نيد البيوبسي، يمكن ان تتاكد نسيجيا ان المرض هذا عباره عن هاشيموتو لما تاخذ عينه من الابره. عينه ايش راح يبين فيها؟ راح يبين نسيج الدرقيه وهو مجتاح عن طريق الليمفوسايت لمفوسيتك انفلتريشن، اجتياح عن طريق الخلايا اللمفاويه. بات اتس نوت نيسيسري بالمناسبه، ممكن اشخصه كلينيكالي ما فيش اي مشاكل، بني ادمايه معها تضخم في الدرقيه، ارتفاع بالانتي بوديز، وعندها برضه في نقصان في هرمونات الثايرويد، خلص هاشيموتو. ما هو الموست كومون في المراحل الاوليه للمرض بلاب فايندينجز مي بي نورمال، يمكن ان تكون طبيعيه زي ما قلنا لكم، لانه اول شيء بدمر المخازن، فممكن التي اس اتش ما يلحقش يرتفع، يقول هي ما هو في كثير عندك في الدم. الليمفوسيتك ثايرويدايتس لا يخطر في بالك الليمفوسيتك انها نفس الهاشيموتو، لا الهاشيموتو مختلف عنها، مع انه الاثنين ليمفوسيتك. هذا برضو له ثلاث اسماء نفس المرض، اسمه السايلنت الصامت، بينلس غير المؤلم. الهاشيموتو ايضا غير مؤلم بس هذا مشهور اكثر انه غير مؤلم. والبوست بارتم بيجي ما بعد الحمل. السلف ليميتنج ديزيز، مرض يحد نفسه بنفسه، مور كومن ان وومن، بيكون اكثر شيوعا في النساء طبعا، ما هو النساء هي اللي بتحمل. بينلس غير مؤلم، نون تندر ثايرويد ايضا غير مؤلم عند اللمس، فيرم صلبه، سيمتريكال انلارجمنت اذا بتتضخم بتتضخم بشكل متماثل من الطرفين، انون ايتيولوجي سبب غير معروف، لا فيروسي زي الاولاني ولا حتى اوتو اميون زي الثاني، مش معروف. مش معروف ليش بصير في عندك اجتياح بالخلايا الليمفاويه للغده الدرقيه. ميبي ريكرنت، يمكن انه يجيها بشكل متكرر، كل حمل بتحمله البنت يظل عندها 3 4 5 شهور الليمفوسيتك ثايرويدايتس، بعدين يروح عليها، ترد الحمل الجاي 3 4 5 شهور ممكن ينفخ حمل ثاني بسرعه. ايوه maybe recurrent last for 2 to 5 months، شهرين ل 5 شهور، and treated by propranolol، يبدو انه ما بتلحقش البنت توصل الى دمار كامل الدرقيه بحيث انها تنزل هرموناتها، بتظلها تعاني من تدمير المخازن بس، يعني بترتفع الهرمونات وبتظلها مرتفعه. اللاب فايندينجز الراديو اكتيف ايودان ابتيك ناقصه، نعم يا سيدي ناقصه، لانه الغده مش قاعده بتبني هرمونات، قاعده بتتدمر. نورمال اي اس ار، بيكون الاي اس ار طبيعي نورمال، هذا الشيء غريب، مرض مع انه التهابي ونهايته ايتس بيعمل لك نورمال اي اس ار، هذا شيء غريب. التي 3 والتي 4 بيكونوا مرتفعات زي ما حكيت لكم، ممكن انها ما تلحقش الغده تنزلهم، ما تلحقش الغده تنزلهم. انتي ثايرويد انتي بوديز مي بي بريزنت، يمكن تكون موجوده بطلو، مي بي اسوشيتد وذ جريفز ديزيز، ممكن نفس البنوت اللي معها جريفز ديزيز تقلب الاجسام المضاده وتصير لنفوسيتك ثايرويد، تصير معها هذا المرض. لنفوسيتك ثايرويدات ما بديش اياه، اذا طنشته كله عادي ما فيش اي مشاكل. ريديل ثايرويدايتس، ريديل ثايرويدايتس بس يحفظ لي اسمه اللي هو فايبرس ثايرويدايتس، التهاب في الدرقية ناتج عن التليف ببساطة. Where we have fibrosis تليف of the thyroid gland للغدة الدرقية and surrounding structures والأبنية المحيطة فيها مثل ميدياستينوم تجويف الصدري والريتروبيريتونيوم ما خلف تجويف البطن. We may have acute suppurative thyroiditis، يمكن يكون عندك التهاب بالدرقية متعلق بالقيح، suppurative يعني ناتج عن قيح وصديد، that is caused by bacterial infection، التهاب بكتيري، معظم الأحيان بيكون staphylococcus aureus، حنرد نعيدها في الجراحة. The most common cause of suppurative thyroiditis هو staphylococcus aureus، هذا زي ما انتم ملاحظين acute، معظم حالات الثايرويدايتس الثانية الناتجة عن فيروسات أو ناتجة عن هاشيموتو بتكون sub acute أو chronic، بينما هذا acute حاد يعني بيجي فترة زمنية على الأنتيبيوتيك بروح. preceded by trauma ضربة هون على الرقبة، جرحة الرقبة منطقة الثايرويد، and treated by antibiotic، إذا بتحب تعطي الأنتيبيوتيك انترافينوس اللي بيصير. إيش أحسن دواء استخدمه للستاف أوريوس؟ بنسلين ما نفعش، أوغمنتين ما نفعش، أوكسسلين ما نفعش، فانكومايسين وأهلهم ما جرب. زين 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 بتقدر أوغمنتين من أولها، بصير حتى في عندك هون بروتوكول، بما انه المريض داخل للمستشفى وداخل وانا معطيه اي في انتي بايوتيك بمشيه على فانكومايسين من اولها. نعم من اولها فانكومايسين. نعم يا سيدي نعم. اوكي ثايرويد نيوبليجيا، سرطانات الثايرويد، ثايرويد نيوبليجيا كود بي بيناين، يمكن ان تكون حميده اور مالجننت خبيثه. بيناين ار كولد ادينومز، الحميدات بنسميهم ادينوما. We have three types of adenoma، لدينا ثلاثة أنواع من الأورام الحميدة، follicular و papillary و hirthal، أكثر من هيك تفاصيل ما بدناش. الفوليكولر بالمناسبة هي الموست كومون
benign thyroid neoplasia, أكثر ورم حميد في الدرقية. هنأخذ أنه أكثر ورم خبيث في الدرقية هو البابيلاري. أكثر ورم خبيث في الدرقية هو البابيلاري. ولكن الفوليكولر هو أكثر ورم حميد. مرات بسموه autonomous nodule. autonomous يبدو أنه معناه هون كلمة مستقل. يعني حويصلة مستقلة. أدينوما الورم الحميد could be functioning, يمكن أن يكون مفرز للهرمونات toxic يعني or non-functioning أو غير مفرز للهرمونات. إذا كان functioning كيف علاجه؟ بحكي لك radioactive iodine ablation, الحرق باليود المشع يكون مفيد, لأنه إذا كان الورم الحميد منتج للهرمونات مفرز للهرمونات بيبقى امتصاصه لليود أكثر من الغدة اللي حواليه, فإذا أعطيته يود مشع هو أكثر واحد راح يتأثر في الموضوع أكثر من الغدة الدرقية الثانية. إذا كان non-functioning ومذايق المريض عامل عنده أعراض ضغط بدك تضطر تفحصه جراحيا. يعني شوف أنت بالمنطق حسب حالة المريض اللي قبالك. Adenomas are slow growing, تنمو بشكل بطيء over many years, على مدى عدة سنوات. الأورام الحميدة بالعادة ما بتغلبش, اللي بتغلب هي الأورام السرطانية. Malignant, الأمراض الخبيثة, الأورام الخبيثة في الثايرويد جلاند are called carcinomas, بنسميها كارسينوما. We have papillary carcinoma, follicular carcinoma, anaplastic carcinoma, medullary carcinoma. أربع أنواع, سولف كلمتين على الدائرة عن كل واحدة. Here in thyroid neoplasia, في أورام الثايرويد سواء كانت حميدة أو خبيثة, ultrasound is essential, بحكي لك شيء أساسي أنك تسوي للمريض أمواج فوق صوتي هون على الغدة نفسها على منطقة الرقبة, وبتعمل thyroid function test. Do thyroid function test first, اللي هو TSH بالإضافة ل T3 T4, بس TSH أهم. هاي معلومة جدا مهمة وجايكم عليها كثير أسئلة خبيثة. Cancers will never be hyper functioning, يستحيل على السرطان الخبيثة. الحميد ممكن يكون وظيفي أو غير وظيفي الحميد, بينما الخبيث يستحيل أن يفرز هرمونات. Cancers will never be hyper functioning, مستحيل انه يعلي لك التي 3 والتي 4. يعني التي اس اتش يا اما طبيعي يا اما طالع. ما هو اذا كان التي اس اتش نازل, اذا كان التي اس اتش نازل معناته التي 3 والتي 4 طالعات. لا, هو التي اس اتش دائما يا طالع يا اما طبيعي. يا اما طبيعي لان التي 3 والتي 4 طبيعيات, يا اما طالع لان التي 3 والتي 4 نازلات. اوكي, اذا كانسرز ويل نيفر بي هايبر فانكشنينج, سو وي ويل نيفر هاف لو تي اس اتش. على هون جاي الاسئله الخبيثه. All of the following is true about مثلا papillary carcinoma except, وبجيب لك 10% من حالات البابيلاري كارسينوما بيكون التي اس اتش عندهم مرتفع. لا, نهائيا التي اس اتش ما بيكونش مرتفع. اوكي, اسف, بيكون التي اس اتش نازل. لا, نهائيا التي اس اتش ما بيبقاش نازل. السرطان مستحيل 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 يعمل لك زياده في افراز الهرمونات. يعني مستحيل التي اس اتش ينزل في السرطان, يستحيل. ذاكرين سلفة الكولد نوديول والهوت نوديول, إذا كانت بتمتص اليود أكثر من اللي حواليها بنسميها هوت, وإذا كانت بتمتص اليود أقل من اللي حواليها بنسميها كولد. بناء على المعلومة هاي معظم السرطانات حتطلع على صورة الدرقية كولد ولا هوت, بقول لك راح تطلع كولد لأنها مش قاعدة بتفرز هرمونات. يعني most malignant thyroid cancers are cold nodules. طيب بحكي لك, هل معظم الكول نوديولز مالجننت كانسرز؟ يعني هل معظم العقد البارده سرطانيه؟ بقول لك لا, 20% بس من العقد السرطانيه بارده, بس معظم السرطانات عقد بارده. واضح السالفه ان شاء الله. هذا للاسف برضه جايك برا عليه سؤال خبيث. يعني هل يعقل انه السرطان يجيك عقده ساخنه هوت نوديول؟ لا, نادر جدا انه يجي السرطان مفرز الهرمونات او ما بيجيش اصلا. اوكي, معظم الحالات بيجي السرطان عقده بارده. طيب إذا شفت عقدة باردة هاي معظم الحالات سرطان, بقول لك لا, بس 20% من حالات سرطان. واضح السوالف؟ واضح إن شاء الله السالفة. أيوة, 20% of non-functioning cold nodules are malignant, functioning hot nodules rarely are malignant, نادرا ما يكونوا سرطانيات. أنت في قدامك مريض مشخص أنه معاه سرطان خبيث في الدرقية, بتقول له بدي أصورك صورة, وأنت بتكتب له في الصورة بتقول أنا عارف أنه حتيجيني cold nodule في معظم الحالات. بني آدم جايك على عيادة وبقول لك تفضل يا دكتوري أنا متصور صورة للدرقية, مسكت الصورة هيك ولقيتها cold nodule, هاي أنت بتشك بالسرطان بس مش معظم الحالات, ب20% فقط الحالات. واضحة؟ بيكون أفتح من اللي حواليها بس. هي ما بتكون ملونة, صورة أشعة قامة, صورة طب نووي, هاي مش صورة عادية, ما بتكون ملونة.
صورة طب نووي. الالترا ساوند شو ببين عليك؟ بيكون تشوف إذا السرطان كتلة جامدة أو معمل مي من جوا بس. معمل مي هاي فليك ولا فليك؟ سيستك بسموه. ما بعرف مين منهم يعني بالذات. الكابلان مش شارح ولا جاي في الأسئلة. أوكي. Papillary carcinoma أول واحد في العيلة. It is the most common thyroid cancer. جايكم عليه سؤال. إيش أكثر ورم خبيث papillary؟ ما عمرهم جابوا إيش أكثر ورم حميد. بس إذا جابوا هو follicular عكس بعض. على كل أكثر ورم خبيث papillary. Associated with a history of radiation. متعلق باللي تعرضوا للإشعاعات سواء شغال بمحل أشعة تعرض لعلاج جراحي أو لإشعاعات نتيجة قنابل ما قنابل. More common in women. أريحكم أنه معظم سرطانات الدرقية إذا مش كلهن أكثر في النساء. في استثناء واحد بس هنأخذه الآن. أما كل سرطانات الدرقية أكثر في النساء. النسبة مش للحفظ. Bimodal frequency. ذاكرينها كلمة bimodal من الهاتشكن ديزيز. يعني بيكون مرتفع في مرحلة عمرية ومرحلة عمرية ثانية. يعني إذا جبت لك في بلد واحد كل حالات البابيلاري كارسينوما حتلاقي أنه معظمهم يا أما في العشرين والثلاثين يا أما كبار في العمر. الأربعينات مفيش والولاد الصغار مفيش. مرحلتين عمريات منتشر فيهم هذا السرطان. slow growing نموه بطيء. دير بالك جاي تقضي من الأسئلة. spreads through أو via lymphatics ينتقل عن طريق الأوعية الليمفاوية. هاي جايتك برضو سؤال. جايب لك مرة في سؤال إنه البابيلاري كانسر بنتقل عن طريق الدم. لا غلط، هو بنتقل عن طريق الليمفاتكس. إيش العلاج؟ إذا صغير سيرجري، إذا كبير سيرجري مع راديشن. وبعد ما تعمل عملية جراحية أكيد الدرقية حتنزل كل هرموناتها، فبدك تعطي المريض T4. كيف بعرف جرعة T4؟ لحديت ما يصير عندك تثبيط للـ TSH. Here we can see sammoma bodies. ممكن أن يكون عندك أجسام سموما. أجسام السموما هاي خاصية للبابيلاري كارسينوما. مرة جايب لك سؤال إنه البابيلاري كارسينوما بإيش بتميز؟ كان واحد من خيارات السموما. ومرة جايب لك سؤال إنه السموما بديز مع مين بتطلع؟ في البابيلاري كارسينوما. هذول السموما هذول السموما بديز عبارة عن كالسيفيكيشنز on X-ray. السموما بديز عبارة عن تكلسات على صورة الأشعة. إذا بنام صورت صورة أشعة للدرقية حتلاقي إنه في مناطق بيضاء ناصعة البياض، ما هو الكالسيوم يبين أبيض كثير على صورة الأشعة. هذه هي السموما بديز ببساطة. Papillary carcinoma are in iodine rich areas. أشهر في المناطق اللي بتكون غنية باليود. أي سبحان الله بناء على دراسات، يعني ما ظنيت لها معلومة مهمة. Follicular carcinoma 15% of all thyroid cancers. النسبة مش للحفظ. More common in women. كل سرطانات الدرقية أشهر في النساء. More common elderly. مش bimodal زي البابيلاري. More malignant than papillary. أكثر شراسة وسرطانية من البابيلاري. Spreads hematogenously. تنتشر عن طريق الدم. هي عكس البابيلاري. البابيلاري تنتشر عن طريق الليمف والفوليكولار عن طريق الدم. دير بالك. من الأعضاء التروية الدموية تبعتها عالية اللي هي الرئتين والعظام. مشان هيك تنتشر الفوليكولار كارسينوما للرئتين والعظام. Treated by total thyroidectomy. استئصال الدرقية الكامل. Or near total thyroidectomy with post-operative radioactive iodine uptake. وبيجي بعد العملية الجراحية إشعاعات باليود المشع. بتقول لي استنى دقيقة، انت حكيت لنا انه السرطان يستحيل ان يكون مفرز للهرمونات، شو فايدة اليود المشع هون دخيلك؟ شو استفدت انا منك؟ بحكي لك ايش هو العضو اللي بيمتص اليود في جسم الانسان؟ الدرقية. طيب انا بقيم الدرقية، هيني قيمة السرطان الاساسي. افرض في عندك متس صغيرة ما طلعت لا على السي تي ولا على الامر اي مثلا، وبدي انا اقيمها، بسلخ البني ادم جرعة يود مشع. صحيح السرطان مش مفرز للهرمونات، بس مثلا اذا فات اليود على عظمة او على رئة وشاف انه الرئة كلها ما بتمتصش اليود، بيقول الكتلة الصغيرة هذه من الثايرويد اللي ما مش قاعدة بتصنع هرمونات اشرف لي من الرئة. يعني صحيح الرئة ما بتمتصش يود، بس مش بالكيفية اللي بتمتص فيها الثايرويد السرطان. وضحت الفكرة؟ انا عجقت بالشرح. يعني عصفور احسن من ايوه من سده واستريح. جايكم مرة سؤال لئيم شوي. السؤال بيحكي لك إنه follicular carcinoma is treated with radioactive iodine ablation then surgery. لا هي العكس، انت بتقيم الغدة الدرقية مشان يبطل اشي يمتص اليود، فيضطر اليود يروح للمناطق هذيك المقطوعة. اوكي واضح السوالف؟ زين. اول اشي بدك تستأصل الغدة بعدين تعطي يود مشع. اول اشي تستأصل الغدة بعدين تعطي يود مشع، معناته الامتصاص راح على المناطق اللي عامل متس وهي حرقها بالمرة. إذا ما فيش أي مناطق امتصها اليود حينزل مع البول.
أولا عملية جراحية ثم أشعاعات. دير بالك بالله يبدو أنه هذا هو السرطان الوحيد اللي بعالجه بالريديو أكتف أيضان أبليشن، لذلك احفظ لي إياها بناء على الفوليكولار كانسر بالذات. More in iodine deficient area، أكثر في المناطق الفقيرة باليود، برضو هاي معلومة بناء على دراسات ما ظنيت أنها مهمة. هذا السرطان له برضو ميزة أخرى، can't be diagnosed by FNA، ما بفيدك أنك تعمل fine needle aspiration. يبدو أنه هذا السرطان مشان تشخصه لازم تشوف كتلة نسيجية كاملة، يعني فرق بين أني أنا أمسح إيدي على الحيط يطلع علي غبرة وأقول لك افحص الغبرة، وبين أخذ بلوك كامل من الحيط وأقول لك يلا افحص. أوكي، هذا السرطان ما بتشخص باستخدام الفاين نيدل أسبيريشن، أنك تأخذ هيك خلايا مبعثرة ما بفيدك تشخيصه. كل سرطانات الثيرويد أحسن طريقة لتشخيصه فاين نيدل أسبيريشن، بس هذا السرطان ما بفيدك. بيبسي الفنية بيبسي؟ الفنية بيبسي، بس بيبسي خلايا مبعثرة زي كأنك مسحت إيدك على حيط. المفروض بس من انك فايت وفايت لا تقص قطعه منها، قيمها كلها. كل هاي قيم كل الدرقية فيها ما هو بدك تبقى متاكد انه فيها، بدك تبقى متاكد اظن عن طريق الاشعه قامه برضو. اوكي، هذا بالنسبه للفوليكولر. ميدلري كارسينوما، ميدلري كلمه معناتها في اللب، 5% of all thyroid cancers، برضو النسبة ما بديش إياها. could be familial، يمكن أن يأتي وراثيا. كلمة familial برضو بتيجي بمعنى hereditary، وراثي، برضو بتيجي بمعنى inherited، وراثي. arises from أو comes from parafollicular cells of the thyroid. parafollicular cells اللي هي خلايا ما بين الخلايا أو خلايا ما حول الخلايا. هسا على الغدة الدرقية هاي الفراشة كبناء، كبناء الخلايا الأساسية اللي فيها بتفرز T3 و T4، بس في خلايا بين الخلايا بتفرز كالسيتونين. هذا الكالسيتونين مش من مفرزات الدرقية يعتبر، ليش؟ لأنه ما بتأثر بالتي اس اتش اللي جاييني من فوق من النخامية. أوكي، هذا حنأخذه إن شاء الله لما نسولف عن جارات الدرقية. كالسيتونين ليس، هذا السرطان بفرز لك كالسيتونين. هذا السرطان واحد من السرطانات الشاذة عن سرطانات الثايرويد ككل، لأنه يعتبر نوعا ما برا خلايا الثايرويد. هذا بفرز لك هرمونات، السرطان بفرز بس الهرمون المختص فيه كالسيتونين، ليس T3 T4. مور مالجنت ذان فوليكولر، أكثر شراسة وسرطانية من الفوليكولر، اللي هو أكثر شراسة وسرطانية من البابيلاري. This tumor may produce calcitonin، وحنوصل للكالسيتونين ونعرف أنه بيعمل لك هايبوكالسيميا، انخفاض في الكالسيوم، وهذا هدف الكالسيتونين، وظيفته أنه ينزل الكالسيوم الموجود في الدم. could be part of من 2، من اختصار لمالتيبل اندوكراين نيوبليجيا، سرطان الغدد الصم المتعدد. حنأخذ إن شاء الله من 1، حنأخذ من 2، وحنأخذ من 3. من 3 مش مطلوبة، بس أعرف أنه في سالفة في الدنيا اسمها من 3. من 2 نوعين، من 2A ومن 2B. من 2A مرات بسموها سيبل سندروم، متلازمة سيبل. سيبل يبدو أنه اسم عالم، عبارة عن ثلاثية من فيو كروموسايتوما، حنأخذها لقدام، سرطان أو ورم في لب الكظرية، بالإضافة لميدلري ثايرويد كارسينوما هيها، بالإضافة لبرا ثايرويد هايبربليجيا، تضخم في جارات الدرقية. معلش حفظ، من 2B عبارة عن فيو كروموسايتوما، سرطان أو ورم في لب الكظرية، بالإضافة لميدلري ثايرويد كارسينوما، بنأخذ عنه بالإضافة للنيوروما. يعني من 2A ومن 2B متماثلات، بس اللهم فرقت بالشرط الثالث، بدل ما هو بارافيرود هايبربليجيا نيوروما، نيوروما ورم حميد في الأعصاب. هذول حفظ يا جماعة الخير، بيجي عليهم أسئلة. أوكي، تريتد باي ثايرويدكتومي، علاج الميدلري ثايرويد كانسر، استئصال الثايرويد. This is the only thyroid cancer that will secrete calcitonin، هذا سرطان الثايرويد الوحيد اللي بفرز هرمونات، والهرمونات لا هي لا T3 ولا T4، هي كالسيتونين. Other cancers، سرطانات أخرى ذات سكريت كالسيتونين، زي اللنج كانسر، بريست كانسر، كولون كانسر، وبنكرياتيك كانسر. معلش دقيقة، أنت حكيت لنا يا زلمة اللنج كانسر بعمل لك هايبر كالسيميا عن طريق إفراز الباراثورمون، كيف هسه بتقول لي بفرز كالسيتونين والكالسيتونين بعمل هايبو كالسيميا؟ بيقول لك أيوة، يبدو إنه السمول سيل لنج كانسر بفرز لك كالسيتونين وبعمل لك هايبو كالسيميا، بينما السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا لانج اللي هو الموست كومن بفرز لك باراثورمون وبعمل لك هايبر كالسيميا. اوكي، ديروا بالكم عليها، اسباب اللي بتسبب هايبر كالسيميا وليش بتسبب هايبر كالسيميا، الساركويدوسز واللنج كانسر والمالتيبل مايلوما وال هايبر ثايرويدزم. اوكي، on x-ray there is increased density of the thyroid gland، على الاكس راي بيكون في عندك زياده في عتومه الثايرويد جلاند.
أنا دائما متعود على بياض الثايرويد جلاند، وهاي الصورة اللي أنت جايب ليها أغمق من غيرها بكثير. بدك تشك بالمدلري كانسر، بدك تشك بالمدلري كانسر. هذا شوي شاذ عن سرطانات الثايرويد ككل، لأنه أصلا مش في الخلايا الأساسية في الثايرويد، في الخلايا الفرعية ما بين الخلايا. أنا بلاستيك كارسينوما 10% فور ثايرويد كانسرز، النسبة ما بدي إياها، موصلي إلدرلي في الكبار، مور إن وومن، يعني كل سرطانات الدرقية أكثر في النساء ما عدا الميدلري، البابيلري والفوليكولر والأنابلاستيك أكثر في النسوين، الميدلري متساوي بين النسوين والإزلام. هايلي مليجنانت، سرطاني وشرس بشكل عالي، with rapid painful enlargement، مع تضخم مؤلم وسريع. spreads by direct extension، ينتشر عن طريق الانتشار المباشر، بكبر وبنتشر. صفى عندك سرطانات الدرقية ماخذ حقها بأساليب انتشار السرطان الثلاثة، الفوليكولر عن طريق هيماتوجينصلي الدم، والبابيلري عن طريق الليمفاتكس الأوعية الليمفاوية، والأنابلاستيك بالدايركت اكستنشن. غير هيك ما فيش أساليب لانتشار السرطان. 80% دايركت اكستنشن، الانتشار المباشر. الميدلري يبدو أنه ما بنتشرش، يبدو أنه ما بنتشرش مباشرة من الجراف يجي، يعني هيك بكبر السرطان وبصير شوف ايش الطريق وبنتشر عليه، عضلات، غدد لمفاويه، الياف، اربطه. 80% داي وذن فيرست يير، خلال سنه واحده بيموتوا الناس اللي ممرضين بالانابلاستيك كارسينوما. بس كما يعزينا انه نادر شوي هذا السرطان. انفستيجيشنز ان ثايرويد كانسر، الفحوصات اللي بسويها في الثايرويد كانسر، في الثايرويد كانسر ككل مش بس في الانابلاستيك، بتسوي تي اس اتش. التي اس اتش بيفيدك في كل حالات الثايرويد كانسر انه ما بيكونش نازل دائما. الثايرويد التي اس اتش يا اما طبيعي يا اما مرتفع، لانه الكانسرز يا اما طبيعيه يا اما بتنزل التي 3 والتي 4. دير بالك. فاين نيدل اسبيريشن، هذا مفيد في جميع حالات الثايرويد كانسر ما عدا الفوليكولر. اوكي دير بالك. فور سايتولوجي للخلايا السرطانيه، هذا البروسيجر اوف تشويس، العملية ذات الخيار الأفضل except for follicular. في عندك فحص اسمه scintillation scanning، هذا يبدو أنك بتحقن مادة مشعة بتورجيك إذا في عندك في الغدة الدرقية سرطان ولا لا، ويبدو أن المادة المشعة هذه مش يود، يبدو أنها مش يود. ultrasound to distinguish، حتى تميز إذا السرطان كيسي أو كتلة كاملة، كتلة مصمطة. أوكي بس معلومتين عن الثايرويد جلاند. بحكي لك في الثايرويد جلاند وي هاف بارا فوليكولار سيلز، خلايا ما بين الخلايا اسمها سي سيلز، خلايا السي ذات ار ريسبونسبل فور كالسيتونين، مسؤوله عن افراز الكالسيتونين، حناخذ ان شاء الله. بلاد سبلاي، الترويه الدمويه، سوبيريور ثايرويد ارتري، هذا فرع من الاكسترنال كاروتيد، الاكسترنال كاروتيد فرع من الكومون كاروتيد، الكومون كاروتيد فرع من الارك اوف اورتا، الاورتا بيطلع من القلب بيعمل لك قوس بعدين بنزل القوس، هذا بيطلع ثلاث ارتريات اللي هو كأنه الليفت كومون كاروتيد والليفت ناسي والبريكيو سيفاليك، ليفت ثايرو سيرفايكل، ايوه ليفت ثايرو سيرفايكل وليفت بريكيو سيفاليك وبريكيو سيفاليك. البريكيو سيفاليك بيرد يعطيك رايت كومون كاروتيد رايت ثايرو سيرفايكل. انفيرير ثايرويد ارتري برانش من الثايرو سيرفايكل ارتري اللي هو فرع من ال أورطة مباشرة، أورتك أرك. والتروية الوريدية سوبيريور وميدل وإنفيرير ثايرويد فين، في حال سئلت عنها يعني. بحكي لك الثايرويد جلاند قريبة جدا من عصبين، عصب اسمه الريكرنت لارنجيال نيرف وعصب اسمه السوبيريور لارنجيال نيرف، وهذول العصبين مشتقات من الفيغس اللي هو العصب الدماغي العاشر رقم 10، هذا المسؤول عن الباراسمبثتيك، وحنأخذ إن شاء الله في الجراحة أو فرصة أنه نحكيها هسه، مش معلومة مهمة إنه البني آدم لما يستأصل الغدة الدرقية في منها عرض جانبي إنه ممكن أنت تقص بالغلط الريكرنت لارنجيال نيرف، الظاهر إنه قريب جدا من الدرقية. إذا قصيت واحد من الريكرنت لارنجيال نيرف هذا اللي بيتحكم في الحنجرة، ممكن يصير في عندك شلل في واحد من الحبال الصوتية فيتغير صوت البني آدم للأبد سواء أنعم أو أخشن، وإذا قصيت الاثنين حيموت البني آدم بين يديك تحت العملية. هذا الحكمة أرادها الله سبحان الله، العصب بنزل هيك من الفيغس لتحت بلف من عند البرونكس بعدين بطلع على الحنجرة، خلاص هيك سبحان الله. حكينا لكم إذا سرطان الرئة كان واصل للعصب هذا بحيث أنه يضغط عليه ويغير الصوت، معناته السرطان كبير ما في داعي تستأصله جراحية. نعم نعم، هذا بالنسبة للثايرويد، هذا بالنسبة للغدة الدرقية.